وأهمية هنا دور الشباب ومدى تأثيرهم وهذه الحوارات والنقاشات. حضرتك اتكلمت في جزئية مهمة جدا، احنا بنتكلم على فكرة انه فعلا الشريحة الاجتماعية الاكثر ربما استهدافا من قبل الطيارات المعادية هي الشباب، فانت هنا ازاي بتحصنهم من خلال منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب؟ ازاي بنقدر ان احنا كمان نغرس فيهم قيم الولاء والوطنية؟ طبعا ده السؤال المهم والسؤال الجوهري، ليس فقط فيما يتعلق بمنتدى الشباب لكن في كل المجالات. يعني انا بالصدفه النهارده مقالي اليوم في الشروع عنوانه الشرط الرئيسي لنجاح مؤتمر الشباب، وبقول ان احنا هو القدره، يعني الشرط ده هو القدره على الوصول لاكبر عدد من الشباب واشراكه في المهمه. احنا الحمد لله لحد كبير جزء كبير من الشباب بدا يتفاعل مع قضايا وطنه، سواء في العمل وفي المشروعات القوميه او فيما يتعلق حتى بمنطق الكورة، لأنه حتى الناس اللي بيروحوا يشجعوا المنتخب الوطني ده جزء من التفاعل. لكن يعني التحدي الأكبر هو أنه يكون نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الشباب ونربطه أكتر بقضايا وطنه. وده مش مهم طبعا منتدى الشباب واحد، منتدى الشباب بينعقد مرة في السنة، لكن يعني دي مفروض مهمة قومية. احنا عندنا يا فندم كمان يعني هو بينعقد فعلا مرة في السنة، ولكن احنا واحنا بنتكلم عن قيم الولاء والوطنية احنا عندنا التطوعات المتطوعين، يعني عندنا المبادرات اللي هم اشتركوا فيها سواء 100 مليون صحة حياة كريمة، قيمة التطوع نفسها زادت الفترة الأخيرة. الحمد لله، انا الهدف يعني ما اريد ان اقوله انه هذا جهد مستمر ودائم طوال الوقت، وليس فقط مرتبطا بمنتدى او مؤتمر فقط. المنتدى فرصه لتجميع شباب كتير جدا، ليس فقط من مصر ولكن من عدد كبير من دول العالم، لكن نحن كل جهه في مصر سواء كانت رسميه او اهليه او مدنيه او نقابات مؤسسات مجتمع مدني دور العباده اجهزه اعلام، طول الوقت هدفنا ان هو يعني ربط الشباب بكل ما يحدث في البلد، زياده نسبه الوعي، رفع منسوب الوعي عشان التحديات الكثيره جدا. وبالتالي هذا امر يفترض ان يستمر طوال الوقت، حتى يعني لانه في اللحظه التي استطيع ان اربط فيها الشباب بقضايا وطنهم المختلفه بكون نجحت نجاح كبير جدا، وفي نفس الوقت افشلت كل المحاولات الاخرى الهادفه الى التأثير على الشباب من خلال الشائعات، الأخبار المغلوطة، يعني العبث في وسائل التواصل الاجتماعي، وده أمر بيتم طول الوقت للأسف. وبالتالي هي مهمة كبيرة جدا ومستمرة ولا تتوقف، يعني محدش يقدر يقول إن أنا أديت المهمة وخلاص أنا خلصت جهدي، لأن هي مسألة مرتبطة طول الوقت، ولأنه في أعداء أو في متربصين بيحاولوا التأثير على الشباب طول الوقت. صحيح.